اسف، حاولت وما قدرتش. ماجد عنده مسألة حساب، مش عارفين احنا الاثنين نحل. هالة أنور فنانة مصرية، ولدت في 2 فبراير عام 1968. ظهرت في أوائل السبعينات في برامج الأطفال بالتلفزيون والإذاعة، وفي عدد كبير من الأفلام التلفزيونية والسينمائية. شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية التي تعتبر من الكلاسيكيات حتى بداية الثمانينات، ثم اختفت تماما عن الوسط الفني. قدمت هالة العديد من الأعمال. أول وقوف للفنانة هالة أنور كان عمرها وقتها 4 سنوات أمام الفنانة الكبيرة سميحة أيوب في مسرحية قولوا لعين الشمس ما تحماشي، حيث قامت بدور ابنتها. وصلت عدد الأعمال التي شاركت فيها الفنانة هالة أنور إلى 400 عمل فني بين الإذاعة والتلفزيون والمسرح. أشهر الأعمال التي قامت بها تلفزيونيا الأصابع الثلاثة مع الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم، الرجل والقضبان مع الفنان الراحل حمدي أحمد، البحث عن الجريمة مع الفنان عبد المنعم مدبولي، سفاح السعادة مع الفنان سمير غانم، غراميات زوج مع الفنان عبد المنعم إبراهيم والفنانة شكار، الأيام مع الفنان الكبير أحمد زكي، وهي قصة الأديب الكبير طه حسين، مسلسل أديب مع الفنان نور الشريف، أفواه وأرانب مع الفنانة عفاف شعيب، ومسلسل سلمى مع الفنانة صفاء أبو السعود. أبناء الإسلام إنتاج الشيخ صالح زوج الفنانة صفاء أبو السعود. إنهم يدفعون الثمن مع الفنانة ليلى علوي والفنان مجدي وهبة. كان آخر عمل فني للفنانة هالة أنور مسلسل أبواب المدينة الجزء الثاني سنة 1983، ومسرحية حضرات السادة العيال مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومسرحية 10 على 10 مع الفنان الكبير الراحل سيد زيان. في عام 1984 أعلنت الفنانة هالة أنور اعتزالها الفن وارتداء الحجاب. وفي أحد الزهور للفنانة هالة أنور أعربت الفنانة المعتزلة هالة أنور عن سعادتها البالغة عقب توجيه دعوة لها لتكريمها يوم الأربعاء الماضي في حفل ملتقى أطفال السينما المصرية. وقالت هالة إن أجمل إحساس يشعر به الفنان عندما يرى جميل الأثر الذي تركه في قلوب الكثيرين ويستمر هذا التأثير لفترة طويلة، والأجمل عندما يتم تكريمه لأن التكريم رسالة بهذا التأثير. وتابعت هالة في تصريح خاص: أعمالي الفنية وصلت ل 450 عمل فني، وسوف أعود مرة أخرى للعمل بالفن بعد سنوات من الاعتزال، لكن ما زلت أقارن بين الأعمال التي تعرض علي حاليا لاختيار الأفضل.